خلونا نروح لزميلنا محمد توفيق مراسل قناة الأهلي من محل إقامة النادي الأهلي وفندق إقامة النادي الأهلي علشان يحطنا في الصورة وآخر استعدادات النادي الأهلي لمواجهة زد في بطولة الدوري الممتاز. تحياتي ليك يا توفيق وتفضل. مساء الخير كابتن أسامة، تحياتي لحضرتك كل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي في كل مكان. تجدد اللقاء وجولة جديدة من جولات استاد الأهلي ومباراة الأهلي وزد في اطار مباراه الجوله الثانيه من الدوري المصري الممتاز 2024/2025. بالطبع مباراه في غايه الاهميه والقوه خاصه في ظل نظام المسابقه الجديد وكمان اهميه المباراه ونتيجتها قبل فتره توقف الدوري. النادي الاهلي استعد بشكل اكثر من رائع لهذه المباراه مباشره عقب مباراه سيراميكا كليوباترا في تحديد الدوري، والنتائج بفوز النادي الاهلي بخمسه اهداف مقابل هدفين. الفريق على طول كابتن اسامه اتدرب يوم الاحد عقب المباراه مباشره بتدريب استشفائي للمجموعه الاساسيه، باقي اللاعبين ادوا مران قوي جدا. الفريق طبعا اخذ راحه من التدريبات يوم الاثنين وعلى طول مساء الثلاثاء استأنف تدريباته مره اخرى بتدريب قوي جدا شارك فيه جميع اللاعبين. بالامس اختتم الفريق تدريباته على استاد مختار التتش بالجزيره. مستر مارسيل كولر بدا التدريب بمحاضره فنيه لجميع اللاعبين اتكلم فيها عن كل ما يخص الجانب الخطي والتكتيكي في مباراه اليوم امام فريق زد. من بعدها على طول التدريب الرئيسي وبعد التدريبات البدنيه ثم تدريبات الكره واختتم المران ببعض التدريبات التكتيكيه والخططيه اللي ينوي ان شاء الله الجهاز الفني تطبيقها في مباراه اليوم. على طول بعدها مستر مارسيل كولر اختار قائمه من 21 لاعب للدخول في معسكر مغلق هنا في فندق الاقامه. الفريق على طول عقب الوصول ليله امس تناول وجبه العشاء ومن ثم خلد الجميع للراحه. الفريق على طول بدا يوم النهارده في فندق الاقامه بشكل مبكر بتناول وجبه الافطار في العاشره صباحا، ثم فتره التدريب الخفيف المعتاده في فندق الاقامه في تمام الحاديه والنصف ظهرا في فندق الاقامه. من بعدها على طول تناول وجبه خفيفه في الواحده ظهرا ووجبه الغداء في تمام الرابعه. وحالا انا مع حضرتك دلوقتي كابتن اسامه اللمسات الاخيره على خطه مباراه اليوم والمحاضره الفنيه. اتمنى كل التوفيق لمستر مارسيل كولر لاختيار الاستراتيجيه المناسبه والتشكيل الامثل، وكمان بنتمنى التوفيق للاعبين للتنفيذ داخل المستطيل الاخضر. كمان بنتمنى التوفيق لطاقم التحكيم اللي بيدير لقاء اليوم بقياده الحكم محمود ناجي حكم ساحه، واثنين مساعدين احمد توفيق طلب وهاني خيري ومحمد الغازي حكم رابع، وعلى تقنيه الفي ار محمود البنا ويعاونه محمود عبد السميع. يعني كابتن اسامه اجواء اكثر من رائعه، ان شاء الله تكلل النهارده بفوز النادي الاهلي وتحقيق ثلاث نقاط مهمه في الجوله الثانيه من الدوري المصري الممتاز. لحظات وهنتحرك الى ملعب المقاولون العربي اللي بيحتضن مباراه اليوم. دعواتك ودعوات كل النادي الاهلي كل جماهير النادي الاهلي في كل مكان بالتوفيق للفريق، اداء مباراه كبيره تحقيق ثلاث نقاط. دي كانت كل اجواءنا هنا من فندق الاقامه باذن الله. التوفيق للنادي الاهلي وكلمه كابتن اسامه اتفضل.